السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادي للطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم صابلي على شكل قلب اللي كيحتاج المقادير التاليه: دقيق، ربعه ديال الزبده لابريري، جوج معالق سكر كلاصي، جوج معالق نيس كافي، ونحتاج قبيصه ديال الملح، ربع باكيه ديال خميره الحلوى. بسم الله، دابا غنبدا في طريقه التحضير. غنجيبو الزبده، سكر كلاصي، كبيسه ديال الملح، ونسكافيه، ونخلطو هادشي مزيان حتى يدوب. بعد ما خلطناها الحبيبات اللي كيبانوا لك تاع نسكافي، واخا ما يخلطوش مزيان، واخا ما يذوبوش مزيان، حيت مع الخدمه بالمدلك وداكشي غدوب. دابا غنبدا نضيف لها الدقيق باش تكون عندي عجينه متماسكه. بعد ما كملناها غنخليوها ترتاح مده 10 دقائق ونتلاقاو باش نسرحوها. كما كتشاهد معايا، من بعد ما خلينا العجينه ترتاح سرحناها، دابا غنبداو نجيبو المرشم ديالنا ديال القلب ونبداو نفس العملية حتى تكمل كاع الخليط اللي عندنا. من بعد ما كملنا كاع العجينة اللي عندنا غندخلوها دابا الفرن تطيب ونتلاقاو باش نزينوها. لتزيين غنحتاجو شكلاط كحل وشكلاط حبوب. من بعد ما نجي البسكوي ديالنا دوبنا الشكلاط، دابا غنقصو بهذا الشكل كما كتشاهدوا معايا. كنزوق بالحبيبات اللي عندنا ديال الشوكولا، كنستمر على نفس العملية حتى كنكمل كاع البسكويت اللي عندي، كاع الصابلي اللي عندي. كيف ما كتشاهدوا معنا القليبات ديالنا ها هما وجدوا. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.